نظم اليوم القطاع النسوي بمديرية 70 وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء رفضا للانتهاك الجبان من قبل القوات الأمريكية بدخولها المحافظات الجنوبية. الكل هنا يرفض التواجد الخارجي، والكل مستعد للتضحية بالغالي والنفيس من أجل تراب هذا الوطن، والكل أصبح على وعي كامل بالمخطط الذي يستهدف اليمن واليمنيين، والذي بدأت معالمه تتضح أكثر مع التواجد الأمريكي. منذ أكثر من عام واليمن يواجه عدوانا ظالما غشوما يشنه عليه ما يسمى بدولة تحالف الممثلة بالسعودية ودول المنطقة ومن ورائهم أمريكا وإسرائيل وبريطانيا. أننا ندين تواجد أي قوى غازية في أرض اليمن، والله لترون منا ما تكرهوا. واليمن قوية وواثقة بالله وأبنائها الشرفاء. خروج المرأة اليمنية في هذا اليوم هو لتوجيه رسالة للمحتلين الغزاة في جنوب اليمن الذين دخلوا لاحتلال اليمن. ندين ونستنكر التدخل الأمريكي الذي حصل في الجنوب، ونقول لهم بأننا سنواجههم بكل ما أوتينا من قوة. تستمر الوقفات الاحتجاجية في غالبية المحافظات اليمنية التي تعبر عن رفض التواجد الأمريكي على أرض الوطن. اليوم خرجت نساء مديرية 70 أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء لتعبر عن استنكارها ورفضها للتدخل الأمريكي المباشر بالدخول إلى قاعدة العند ومناطق في شبوة وحضرموت. ما نشتيهم، احنا نشتي لا اليمن تحل لنا قضية نفسها، لا نبقى الخارجي عندنا. نقول لكل الشعوب، لكل العالم أننا رافضين للوجود والاحتلال الأمريكي في اليمن، وأننا سنواجه هذا الاحتلال بكل ما آتانا الله من قوة. باسم نساء اليمن أجمع نرفع صوتنا من هذا المكان وأمام مبنى الأمم المتحدة لنثبت للعالم بأننا شعب صامت، شعب أبي، شعب يرفض كل الذل. يركعون الأمريكان، وأحب أن أقول لكم اليوم هي عندنا وغدا ستكون عندكم. We all came here to stand against the American invasion that happened in the south of Yemen, and we will not sit still and watch them invade our country. We will stand against them and fight them with every power we've got, and Allah is with us. صمود وثبات المرأة اليمنية ودفاعها عن سيادة الوطن ليس غريبا على نساء الإيمان والحكمة، فالتاريخ يشهد بذلك، وعلى الأمم المتحدة والعالم أن يدرك أن اليمن مقبرة الغزاة. باسم كل نساء اليمن خرجت هؤلاء النسوة لتقول للعالم رفضا للتدخل الأمريكي في جنوب الوطن وفي كل الأراضي اليمنية، ولن ترى الدنيا على أرض وصية. محمد الرزيقي لقناة اليمن من اليمن.